Ça va, vous allez bien? Bon, أول حاجة عرفتوا بأن كان ديربي ديال الوداد الرجاء عرفتوها سي با لا فوت ديال لي زورغانيزاتور إذا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مرحبا بكم في جولة قناوة نحن نعانق الجمهور البيضاوي في يومين إذا جولة مهرجان قناوة المنظم من طرف أتخوا كومينيكاسيون بشراكة مع جمعية يارما قناوة هي فرصة لاحتفال الجمهور بعالمية هذا الفن بإدراجه على قائمة يونسكو للتراث الثقافي الغير المادي. Placé sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, A3 et l'association Yarma Gnawa et le soutien des partenaires publics et privés qui sont chaleureusement remerciés de permettre à cet exceptionnel projet de s'inscrire dans la continuité. Le ministère de l'Intérieur et la direction des collectivités territoriales, le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, CIH, l'Office national marocain de tourisme, les eaux minérales Wellness, Orange Maroc, Oui Casablanca, la Fondation Nofissa Pharma 5, RISMA, Accor Maroc, CDG Développement, la Fondation Touri Abdelaziz Tiazi, Atlanta Sened. إذن على بركة الله نبدأ معكم هذا الحفل بالمعلم رشيد الحمزاوي اللي تولد من عائلة قناوية وتعلمت قناويت وهو صغير اليوم غادي يقدم لكم حفل جميل مع الابنة ديالو المعلم أسماء الحمزاوي اللي هي حاملة مشعل تقناويت مع المجموعة ديال أبنات طنبوكتو هي سفيرة الفن القناوي سيداتي سادتي على بركة الله المعلم رشيد الحمزاوي وأسماء الحمزاوي